طيب دلوقتي بقول لك الشباب ما مقاطع وما رضيش ينزل الانتخابات. لو الشباب غصب عنه، لان الشباب غصب عنه، لان الشباب لو لاقي بيمشي في الحلال. فالحكومه لما بنيجي نعمل حاجه حلال بتمنعها. ليه؟ انا مش عارف. الحكومه بتمنع لنا كل حاجه حلال، مش عايزانا نمشي حلال. فاحنا بنعمل اي مصلحه حلال الحكومه ما بتخليناش نعملها. كشك مشروع ما بيخلوناش بيعرضونا، واحنا ما بنعملش حاجه غلط. الشباب ما بيعملش حاجه غلط. لو لقى الناس الكبيره تعبانه بيشيلها، لو لقى الناس الكبيره ماشيه مخنوقه بيتكلم معاها ويريحها. لكن الحكومه ما بتعمل لناش مصلحه، مش عارفين نعمل مصلحه في البلد من الحكومه. شكرا.